أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من ريمونتادا. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الأهلي تم استقباله أفضل استقبال من نادي الرجاء المغربي ومن إخواتنا في المغرب، وده المتوقع منهم وده العادي وده اللي احنا دايما متعودينه من إخواتنا في المغرب. وموسيماني جاهز، بيحاول يجهز لعبته ان هم يلعبوا جيم مختلف عن الجيم اللي اتلعب في مصر. زي ما حضراتكم طبعا عارفين ان في مصر يعني كانت مباراة هجومية بحتة من النادي الاهلي من الشوط الاول، واتيحت فرص كتيرة جدا للنادي الاهلي. كان المفروض زي ما اتفقنا ان هم يعني اللعيبة تستغلها او المهاجمين يستغلوها بشكل افضل، والنتيجة بتجبر موسيماني ان هو يلعب باسلوب مختلف. طبعا ما ينفعش الاهلي يروح يلعب في المغرب في وسط الجمهور ده وفي وسط الاتموسفير المتوقع او المناخ العام المتوقع والاجواء المتوقعه للمباراه. ما ينفعش يلعب زي ما لعب في مصر بضغط عالي، وان هو يلعب بخط دفاع متقدم، وان اللعيبه بتضغط في كل حته، لان ده هيستنفذ مجهود كبير جدا من اللعيبه في الدقائق الاولى. وكل دي حسابات في مخ موسيماني، الراجل اللي شايفينه قدامنا اللي عنده خبرات كبيره جدا ازاي يتعامل مع المباريات دي. لذلك موسيماني بيفكر ان هو يلعب كاونتر اتاكينج جيم، يلعب جيم على الهجمات المرتده، ويستغل الحماس اللي هيبقى موجود للاعبي الرجاء والحماس الزائد اللي موجود للاعبي الرجاء والاندفاع بتاعهم، ان هو يحاول ان هو يخطف هدف مبكر عن طريق الهجمه المرتده. وانا في رايي ان ده احسن جيم بلان او احسن طريقه او احسن اسلوب يلعب بيه موسيماني اللقاء. لازم ان هو يفكر ان هو ازاي ان هو يستغل الاندفاع المتوقع من فريق الرجاء ومن لاعبي الرجاء في بدايه المباراه، لان الاندفاع سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين، بيخليك ان انت تضغط الفرقه اللي انت بتلعبها في اول المباراه، وممكن ان انت تغلطهم وتعمل لهم مشاكل، ولكن في نفس الوقت بيسيب لك مساحات، بيبقى فيه مساحات في خط الديفنس، في خط الدفاع هيبقى فيه مساحات كبيره. طيب ازاي العب جيم مقفول وفي نفس الوقت يبقى عندي الترانزيشن وعندي التحول، ان انا لما اقطع الكره اقدر اتحرك في ظهر الديفنس بتاعهم؟ والاهلي عنده اللعيبه اللي تقدر تنفذ الخطة دي بشكل كويس. وانا في رأيي ان الاهلي لازم انه يستغنى عن بيرسي تاو من بداية المباراة. محمد شريف وعبد القادر ناحية الشمال، هما الاتنين عندهم سرعات كبيرة جدا، لكن لازم اللعيب الثالث اللي بيلعب ناحية اليمين، لو الاهلي لعب بالاربعة تلاتة تلاتة، لازم اللعيب الثالث ده يكون لعيب دفاعي أكتر، يكون بيسند نص الملعب أكتر، لأن ارتداد عبد القادر برضو في الماتشات دي بطيء شوية في الارتداد. بيرسي تاو وعبد القادر هما الاتنين هتبقى كتيرة وهيعملوا يعني لود كبير جدا على لعيبي وسط الملعب مهما كانت قوتهم. أنا بشرح لكم موسيماني بيفكر إزاي. لكن اتكلمنا عن الاستقبال الجيد لبعثة الأهلي، وده الطبيعي من إخواتنا في المغرب، اللي دايما مهما كانت المنافسة ومهما كانت أهمية المباراة، في النهاية هي مباراة كرة قدم زي ما اتفقنا، مباراة كرة قدم وعمرها ما هتخرج برا الإطار ده. معايا من المغرب الأستاذ حمزة الشتاوي الصحفي بوكالة هسبريس المغربية، عشان يكلمنا اكتر عن اجواء المباراه والاستقبال اللي حصل للنادي الاهلي. استاذ حمزه مساء الخير وكل سنه وانت طيب. مساء النور زميلي واخي العزيز ميدو نجم الكره المصريه والعربيه، ومساء النور كذلك لكل مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم عليك وعلى كل الشعب المصري الشقيق. الله اكرم، ورمضان كريم عليك وكل عام وانتم بخير وكل الاخوه في المغرب بخير. كلمني، قول لي انت موجود يعني في وسط الاجواء هناك في المغرب، قول لنا التحضير ازاي، تحضير فريق الرجاء للمباراه ازاي، خاصه ان احنا عرفنا ان
يعني جت تعليمات من اداره الرجاء للمدير الفني ان هو للمدير الفني طبعا لفريق الرجاء المغربي كابتن الطوسي ان بعدم الادلاء باي احاديث قبل المباراه. قول لنا ايه اللي بيحصل. اكيد اولا دعني عبر منبركم الجميل ان افند بعض الشائعات التي تتحدث او التي نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي على ان هناك يعني اجواء مشحونه. فريق الاهلي المصري وجد كل الظروف مواتيه، توجه مباشره الى فندق الاقامه يقيم في واحد من افخم الفنادق هنا بالدار البيضاء. الاجواء جميله جدا، حتى الارتياح كان باديا سواء على الخطيب او على رئيس البعثه او على جميع لاعبي نادي الاهلي المصري في هذه المباراه. بالنسبه للاجواء فريق الرجاء الرياضي كان يعني غضب كبير وكبير جدا من حكم المباراه في مباراه الذهاب، يعني كان غضب كبير على حكم احتسب ركلة جزاء غير مشروعة وظلم الفريق الأخضر بشكل كبير. أنا كنت حاضر في ملعب السلام في مباراة الذهاب، فشاهدنا أولا الاستقبال الجميل والرائع من الشعب المصري الشقيق الذي كان يستقبلنا بحفاوة كبيرة، عشتها مرتين سواء في 2019 في كأس إفريقيا أو في هذه التغطية لمباراة الرجاء الأهلي. ما أقول هو أنه الود والاحترام والتقدير هو الرابط المتين بين الشعبين شقيقين، الشعب المغربي والشعب المصري، وأقول مرحبا بجميع المصريين في بلدهم الثاني المغرب. هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة للاستعدادات، أكيد فريق الرجاء الرياضي دخل في معسكر إعدادي مغلق، حاول المكتب المسير أو المكتب المديري أن يطلب من المدرب رشيد الطاوسي عدم الإدلاء بأي تصريح، التركيز على المجموعة، التركيز على اللاعبين. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أننا نواجه فريق مخضرم، فريق الأهلي المصري صاحب آخر لقبين في دوري أبطال إفريقيا، الفريق الأكثر تتويجا، مدرب موسيماني فاز بثلاث ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، لاعبين يعتبرون عدد منهم النواة في المنتخب المصري. فلذلك دخلنا في تركيز كبير، فريق الرجاء في تركيز كبير من أول لاعب إلى آخر لاعب من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور الجمعة المقبل للعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب خصم كبير وكبير جدا يسمى الأهلي المصري. أستاذ حمزة، يعني عرفنا أن في مشكلة في التذاكر، ان في شركه خاصه الخاصه ببيع التذاكر خفضت عدد الحاضرين ل 35,000 بدلا من 45,000، وفي اختفاء في التذاكر في السوق. ايه اللي بيحصل في موضوع التذاكر؟ اولا في موضوع التذاكر انا كنت في تواصل في اتصال هاتفي قبل قليل مع مسؤول رفيع المستوى في الشركه الخاصه والمسؤوله عن تنظيم المباريات في المركب الرياضي محمد الخامس، اكد لي على انه تم رفع عدد التذاكر المخصصه للجماهير من 30,000 تذكره الى 42,000 تذكره، ستكون 42,000 مناصر سيتواجدون في المركب الرياضي محمد الخامس. بالنسبه للمشكل، فريقي الرجاء والوداد تعودا في الفتره الماضيه على بيع التذاكر عبر موقع إلكتروني متخصص. هذه العملية كانت ناجحة وخففت على الجماهير عبء التواجد في الشبابيك والازدحام وإلى غير ذلك، وكذلك السوق السوداء. لكن الملاحظ على أنه كانت بعض المشاكل، ربما هذه الشركة لاحظت أنه بعض المشاكل كانت في آخر مباراة، ربما مباراة المغرب والكونغو لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر، فارتأت عدم طرح هذه التذاكر مباراة الأهلي والرجاء إلكترونيا. لكن المشكل ليس هو في القرار، هو في توقيت القرار، لأنه تفاجأنا جميعا، إدارة الرجاء أكدت في بلاغ اليوم على أنها تفاجأت بدورها بقرار هذه الشركة، لم تستشير الرجاء. الرجاء هو صاحب الجمهور وهو الفريق المستضيف، فبذلك كان على الأقل استشارة فريق الرجاء من أجل أن تكون العملية واضحة للجماهير. فاليوم نتفاجأ صباحا أن التذاكر لن تتواجد على الموقع الإلكتروني، هناك نقاط بيع خاصة، الجماهير يعني لم تتقبل الأمر. فريق الرجاء سارع للاجتماع مع مدير الشركة الخاصة السي الجواهري، وأعتقد على أنه سيتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في الساعات القليلة المقبلة. والمؤكد هو أنه عوض 30,000 مناصر ستتواجد 42,000 مناصر من الجماهير الرجوية والحناجر الرجوية. أكيد ميدو أنت تعلم قيمة الجماهير الرجوية في الضغط على الخصوم وكذلك في تشجيع فريقها في مثل هكذا مباريات. أستاذ حمزة الشتاوي الصحفي بوكالة إسبريس المغربية، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وكل عام وانت بخير ورمضان كريم عليك وعلى أسرتك وعلى أخواتنا كلهم في المغرب. يا جماعة، أيا كانت التذاكر هتطرح إزاي، أونلاين هينزلوا، هتطرح في منافذ بيع، الملعب هيبقى فول هاوس متقفل،
الاجواء هتبقى اجواء ملعب محمد الخامس اللي كلنا عارفينها وعارفينها وعشناها، هتبقى اجواء وتشجيع بدون توقف، ولازم لعيبه الاهلي يبقوا متوقعين ايه اللي هيحصل. هيبقى في ضغط كبير جدا من كل الناس اللي موجوده في الملعب لاحراز هدف مبكر. لازم اللعيبه تبقى مستعده نفسيا للكلام ده. وطبعا الاهلي عنده لعيبه كبار وعارفين ولعبوا في اجواء زي كده قبل كده، لازم يبقوا مستعدين نفسيا. مفيش حاجه ما يبقاش اللعيب مش مستعد لها، بل انا بقول لكم لازم اللعيبه تبقى مستعده نفسيا ان في حاله ان لا قدر الله الفرقه استقبلت هدف مبكر، لازم اللعيبه يبقى متقلقه الكلام ده. لو استقبلت هدف لازم ازاي ان انت تشتغل، وازاي ان انت يبقى رد فعلك ايجابي وان انت كأن ما حصلش حاجه. كل دي حاجات لازم المدرب يبقى شغال عليها من دلوقتي، من النهارده، من قبل حتى لما يوصل او من لحظه وصوله. تعالوا نتكلم في التاكتكس اكتر، ونتكلم في اسلوب اللعب وطريقه اللعب مع طبعا الكابتن مروان زمامه، لاعب الرجاء السابق ولاعب المنتخب المغربي السابق اللي بيشرفني ان هو يكون ضيفي في مداخله في الريمونتادا. كابتن مروان مساء الخير، كل سنه وانت طيب. مساء الخير كابتن ميدو، الله يخليك، رمضان مبارك سعيد. رمضان كريم عليك وعلى اسرتك. كابتن مروان، اكيد تابعت المباراه الاولى في القاهره في ملعب السلام، ومباراه يعني سيبك بعيدا عن الاداء التحكيمي، فنيا الرجاء ظهر عنده مشاكل كتيرة جدا في خط الدفاع. في رأيك ايه اللي لازم يعمله الرجاء والمدير الفني علشان يعالجوا الاخطاء اللي ظهرت في المباراة الاولى؟ وبالفعل يعني كما صرتي كانت اخطاء كبيرة، وكان بامكان الاهلي انه ينهي المباراة في الذهاب، لان تحت لي عدة فرص لو ترجم ضربة جزاء اللي تصدى لها زنيتي بخبرة دياله الكبيرة، كان بامكان الاهلي ينهي المباراة في مصر. لكن يعني فريق الرجاء فريق قوي وكيعرف يتعامل مع المباريات الاياب في ملعب محمد الخامس، وسبق له تخلف بهدف او هدفين واستطاع انه يرجع في النتيجه. رغم ان الفريق الان يعاني، الا ان فريق الرجاء يعني كيضرب وجه مغاير في ملعب محمد الخامس، فاكيد ان خبره الفريقين تخلينا نشاهدوا واحد المباراه كبيره. فريق الاهلي صاحب هذه البطوله، اكيد كيتوفر على تجربه كبيره. كنتمنى ان شاء الله الفريق اللي غادي يكون محضر ذهنيا بما فيه الكفايه هو الفريق اللي غادي يستطع، لان مباراه تركيز، مباراه يكون عليها العامل النفسي بشكل كبير. اللي حضر المباراه ذهنيا بشكل كبير هو اللي غادي يتمكن من تجاوز المباراه. كابتن مروان، انت متوقع المباراه تبدا ازاي؟ هل الرجاء هيضغط من البدايه يحاول استغلال التواجد الجماهيري والزحف الجماهيري المتوقع، ولا متوقع ان الرجاء ممكن يبدا بتحفظ؟ متوقع الرجاء يبدا المباراه ازاي؟ لا، الرجاء دائما يبدا المباراه من هجوميا. ما يعني ما عمر فريق الرجاء الرياضيه الرجاء تراجع لوراء في ملعب محمد الخامس، وحتى يعني في عده مباريات خارج الميدان. فاعتقد ان يعني بنسبه كبيره، بنسبه 100% فريق الرجاء غادي يهاجم من الدقيقه الاولى، غادي يحاول يضغط على فريق الاهلي. فريق الاهلي الان يعني متقدم بهدفين لهدف، حتى فريق الاهلي يعني فريق كبير ما كيتراجعش كذلك الوراء. فاكيد اننا غادي نشاهدوا مباراه زمينه اللي غادي تصرف الكره العربيه والافريقيه. كابتن مروان زمامه، لاعب طبعا الرجاء السابق والمنتخب المغربي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، ورمضان كريم، كل عام وانت بخير. طبعا زي ما انا متوقع، كل الناس متوقعه، الرجاء هيبدا ضاغط، وهيبدا ضغط عالي، وهيبدا يحاول ان هو يحرز هدف مبكر زي ما الكابتن مروان زمامه قال لنا. لكن عشان نتكلم عن التاكتكس اكتر، وازاي الاهلي يلعب، وايه افضل طريقه الاهلي يلعب بيها، هيكون معايا بعد الفاصل نجم النادي الاهلي السابق ومدرب منتخبنا الاولمبي السابق الكابتن وائل رياض شيتوس. هنتكلم بالتفصيل ازاي الاهلي يواجه الرجاء.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا وضيفي الكابتن وائل رياض شيتوس. شيتوس مساء الخير. ازيك يا ميدو؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ تمام زي الفل. منور بنورك. الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه في انتظارها يعني بشوف الدنيا ايه رايحه فين. منتظر يعني وكلاء شغالين والناس شغاله ومنتظر ان شاء الله انطلق يعني الخطوه الجايه مدير فني ان شاء الله. لو جالك مدرب عام مش انت فكرتك الاولى ان انت تبقى مدير فني؟ الفكره الاولى مدير فني يعني. وهقول لك على حاجه مش هكذب عليك يا ميدو يعني موضوع المنتخب الاولمبي والناس بتتكلم وباختيارات والكلام ده كله يعني مش عارف يعني حاسس ان 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 خطوه طبيعيه جدا خطوه طبيعيه جدا انما احنا عندنا خطوه اكمل الخطوه الطبيعيه ان انا امسك المنتخب الاولمبي. ايه المشكله يعني انا مش شايف فيها اي مشكله لان بقالي حوالي 5 سنين في اتحاد الكوره اشتغلت مع كابتن شوقي خدت خبرات كبيره جدا. كابتن شوقي كمان عنده خبرات قويه جدا في الاتحاد وفي التعامل مع المنتخبات. انما في مصر لسه ما عندناش الجراه ان حد يمسك حد صغير مدير فني الا في اماكن معينه. المنتخب الاولمبي اللي موجود دلوقتي يا ميدو عندهم 20 سنه مواليد 2001 وانا عندي 40 سنه 21 يعني. وانا عندي 40 سنه فيعني وفي مديرين فنيين اشتغلوا وخدوا الفرصه. يمكن انا كنت مع كابتن سيف زاهر من كام يوم وقلت اسمك وقلت انت من النماذج اللي مسكت وتولت واثبتت نجاحات. فين المشكله؟ معين الشعباني قدنا فين المشكله؟ رضا شحاته قدنا فين المشكله؟ ده على مستوى مصر. انما لو طلعت لك بره وانت عندك درايه بالكره العالميه الراجل ماسك بايرن ميونخ عنده كام سنه وعمل عمل عمل ايه كان عنده. انا في رايي الافضل ليك او لنموذج زيك او بروفايل زيك ان انت تمسك منتخب ناشئين وتطلع بيه تشتغل بيه تبقى انت هو ده الجيل ده اللي لازم يحصل. وده دايما انا بقوله لكابتن حازم وكابتن بركات ان الجيل ده ان ده رايي يعني ان لما يكون معاك جيل بقى من وانت صغير ويكون عندك وقت ان انت تشتغل معاه وتطلع بيه زي ما حصل مع كابتن شوقي وزي ما حصل طبعاً. مع على فكره كابتن شوقي اعتقد لما مسك مدير فني في منتخبات ما كانش مسك رجل اول قبل كده. لا هو كابتن شوقي خلي بالك انا دايما بقول كده كابتن شوقي المدرب الوطني الوحيد اللي اهل في اتحاد الكوره. هو الوحيد. ليه؟ لانه بداها كان مساعد لدكتور محمد علي الله يرحمه. وبعد كده ابتدى يتدرج لغايه ما وصل للمنصب. عشان كده بقول لك إن انا نفسي ان في منتخب جديد بيتعمل. المنتخب الجديد اللي بيتعمل ده لا اعتقد ان هو هيبقى 2005 تقريبا يعني. تقريبا المنتخب ده ادي فرصه لشيتوس ادي فرصه للناس اللي اشتغلت زي ما انت بتقول ويطلع بيها يشتغل معاهم ويطلع معاهم منتخب شباب ويطلع يشتغل معاهم. لكن صدقني يعني لازم الفكر يبقى كده يا شيتوس. انا معاك انت النهارده ادي يعني فرصه للناس الصغيره انها تشتغل. كابتن حازم وكابتن بركات وناس لعبت وعلى مستوى وليفل عالي موجودين في اتحاد الكوره واحد زيك موجود في الاعلام لازم يعني لازم يبقى فيه كلام في الكلام ده. والله بنقول لازم يبقى فيه جرأة من الإدارات لازم يبقى فيه جرأة. لازم بنقول والله الكلام ده على طول بنقول وبنتكلم قدام الكاميرا ومن ورا الكاميرا بنقول يا جماعة لازم ان انتوا المدربين الصغارين دول اهلوهم كويس وهم شغالين. بالظبط. مش تأهلوهم بقى كده تشتغلوا يعني appointهم شغلوا مسكوا الشغلانة روح عم خليه يعمل معايشات بره يروح يعمل ياخد رخص تدريبية ويشتغل. بالذات ان انت عندك في ناس نماذج غير ان هي اشتغلت والكلام ده كله الناس دي منفتحه على الكره الاوروبيه وغير كده كمان بتعرف تتكلم لغه. مظبوط. رغم ان انت يعني في الانجليزي كنت تعبان وانت صغير. لا لا بس كان عندي صليبي ساعتها بس يعني اتعالجت. ميدو بص يعني اصل انت بتكلم كذا لغه احنا انجليزي بس فحلو قوي. هو يعني الانجليزي انت مش مطلوب الانجليزي. طيب لا يعني الانجليزي لا لا, لا الانجليزي بتاع عالمي. لا انت والله الانجليزي بتاعك كويس يبقى بقى عالمي. اصل خلي بالك انجليزي الكوره غير انجليزي التعامل يعني انجليزي الكوره زي الفل. انا مانو جوزي كان بيجيبني اترجم اللعيبه. انا كنت قاعد جنبك في اللجنه في امتحان الثانويه العامه في الانجليزي. انت غشيت مني وعارف انا غشيت منك وحيات امي غشيت مني ما تعرفش بحيات امك اذا كان انت ما تعرفش البي من بي يا راجل التقل. لا لا والله ده انت غشيت مني انت ويماني. لا واحمد الجمل كمان كان كويس. شيتوس الاهلي عنده ماتش صعب تاسك صعبه واضاعه الاهداف في المباراه الاولى صعب مباراه العوده. انت في رايك الاهلي المفروض سيبك من 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 مين يبدا وكده هنخش فيه بعدين. ايه الاسلوب اللي لازم يلعب بيه الاهلي مباراه العوده؟ اسلوب التوازن ما يبقاش عنده حاله من الاندفاع
لان النتيجه الاولانيه او نتيجه المباراه الاولى نتيجه غير مطمئنه. نتيجه 2-1 دي نتيجه سيئه جدا في 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 ظل ان الهدف لسه في افريقيا بتحسب بهدفين. فالموضوع صعب جدا. في عندك حاجتين، الحاجه الاولانيه انت تحافظ ايه التوازن اللي انا بتكلم فيه، انك تحافظ الى اقصى درجه ممكنه ان ما يخشش في الجون. يعني لو دخل في الجون الموضوع بيتصعب جدا، وفي نفس الوقت انك تحاول باقصى درجه ممكنه انك تجيب جون، لان لو جبت جون الموضوع بالنسبه لك هيبقى مختلف تماما. فانت يعني الموضوع لازم يبقى فيه توازن بشكل كبير جدا من موسيماني ومن الجهاز الفني ومن اللعيبه اللي هتنزل، ان هي تبقى ما عندهاش حاله الهياج ناحيه الهجوم، الهياج ناحيه الهجوم، وفي نفس الوقت تقدر تمسك نفسها كويس قوي في في تحت الكوره، كله يبقى تحت الكوره، كله يبقى تحت الكوره، يسيب الاستحواذ للرجاء. ما عنده ما فيش مشكله خالص يستحوذ زي ما يستحوذ، انما انا مقفل بشكل قوي جدا وما عنديش اي مشكله في 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 في, في, في في الناحيه الدفاعيه، ما يبقاش عندي اي مشكله. لان زي ما بقول لك يا ميدو، لو حصل لا قدر الله انك دخل فيه الجون في حاله الاندفاع اللي هيبقى فيها الرجاء، مش بيبكوا على حاجه، في حاله الجمهور القوي جدا اللي موجود، في حاله ان المغرب يعني الحساسيه الكرويه اللي ما بيننا وبين المغرب وتونس والجزائر او فرق شمال افريقيا بيبقى الموضوع صعب جدا. فانت لازم يبقى فيه توازن بشكل كبير جدا، او فلسفه موسيماني في المباراه دي لازم يبقى فيها توازن. صحيح. طيب ال ال ال, ال, ال انسب طريقه الاهلي يلعب بيها ايه؟ احنا اتكلمنا في الاسلوب، ان الاسلوب لازم يبقى متوازن. تمام. انسب طريقه، هل موسيماني يرجع بثلاثه ورا زي ما بدا الموسم وكان الاهلي شكله كويس جدا في طريقه ثلاثه ورا، واتفقنا ان هي دارت عيوب الفرديه اللي موجوده عند بعض اللعيبه، ولا عدم جاهزيه علي معلول هتجبره ان هو يلعب باربعه؟ ان هو ما عندوش حد انه يلعب في الحته دي، لو علي معلول ما جهزش لسه ما بانش يعني يقدر يبدا ولا لا، ولو يلعب ان هو هتجبره ان هو يلعب باربعه. انت شايف الاحسن ايه؟ طيب انا هقول لك الاحسن من وجهه نظر انا، ولا انت عايز الاحسن اللي هيعمله موسيماني؟ لا، من وجهه نظرك انت. طيب من وجهه نظر انا هلعب بثلاثه، وهفترض جاهزيه علي معلول. هلعب بثلاثه اربعه ثلاثه، ولكن الثلاثه اللي ورا ليهم شكل مختلف. مين الثلاثه اللي ورا من وجهه نظري؟ الثلاثه اللي ورا هيبقى واحد منهم حمدي فتحي. حمدي فتحي في القلب. هيبقى موجود في القلب. يعني الشناوي حمدي فتحي منعم يمين وشمال هيبقى ياسر ابراهيم او ايمن اشرف، الاثنين بالنسبه لي سيان، بس خلينا نقول ايمن اشرف. معلول وهاني ديانجو السولية. ديانجو السولية، قول انت. ديانجو السولية، انا بقول لك عشان بتكتب. بيرسي تاو ناحيه اليمين. محمد شريف سترايكر، واحمد عبد القادر. انا شايف ان انت في الحاله الدفاعيه تلعب بالشكل ده. يعني والكره عليك والكره مع الرجاء، تلعب بالشكل ده. وانت الكره معاك، حمدي فتحي بيزق في نص الملعب. فانت بتقدر ان انت برضو تلعب بثلاثه في نص الملعب، فانت حافظت على الحتتين. حمدي فتحي عنده المواصفات يا ميدو اللي يقدر يلعب في الحته اللي ورا دي، ويلعب في الحته اللي قدام الناس. يعني يقدر يلعب ليبرو المدافعين، ويقدر يلعب ليبرو نص الملعب، يعني يلعب الناحيتين بشكل كويس. وهو لعيب بقى عنده خبرات دلوقتي كويسه. فانا شايف ان انا لو انا اللي ماسك التيم هلعب بالشكل ده، وهقدر ابقى مامن بالشكل ده، وهجبر وهقول دايما بقى للثلاثه اللي قدام ان دايما يبقوا تحت الكوره. بيرستاو لازم ينزل يساعد مع محمد هاني، احمد عبد القادر لازم ينزل يساعد مع علي معلول، وانا مامن بقى بايمن اشرف ورا علي معلول، عشان لو علي تقدم ايمن اشرف يقدر يقفل برضه. طب انت تاخد مخاطره على علي معلول؟ الراجل كان عنده اصابه وما لعبش المباراه الاخيره، ومثلا ممكن يكون مش هيتمرن لو جاهز الا تمرينه او تمرينتين. تاخد عليه مخاطره في مباراه رتمها عالي زي ده ممكن تخسره، ولا تتامن الدنيا بشكل كويس؟ حتى لو هتلعب ثلاثه ورا تلعب بياسر ابراهيم. لا، انا مفترض جاهزيته. انما لو عندي شك فيه واحد في المليون، ايمن اشرف هينزل مكانه، وياسر ابراهيم هيخش سيرد باك. انما هلعب بنفس الطريقه ونفس الفلسفه دي. انما مش هقدر ان انا متاكد ان هم مستحيل يجازفوا بعلي معلول. يعني علي معلول لو سليم هيلعب، لو في شك 1% المفروض ما يلعبش. لان دي مباراه ما ينفعش ان انا اجرب فيها، ما عنديش اختيار تاني. حتى دي مش مباراه ذهاب، دي مباراه العوده اللي ما فيهاش كلام. يعني لو لا قدر الله حصل حاجه انا بره. فالدنيا بالنسبه لي لازم ابقى اللي هيلعب يبقى سليم بنسبه 100%. وبعدين خلي بالك يا ميدو، انت ممكن تجازف، وانت طبعا مدير فني وعارف انك ممكن تجازف في الخط الامامي. يعني لو عندك حد ممكن تجازف بيه، انما خط الدفاع
لا ينفع يبقى فيه مفاجآت ولا ينفع يبقى فيه مجازفة. لازم يبقى سليم وفت 100%، خاصة كمان انك بتلعب برا ارضك. برا ارضك عادة الكرة من ساعة ما احنا اتولدنا ان الديفنس والراجل حارس المرمى دايما او غالبا بيطلعوا من نجوم الماتش. ليه؟ لان بيبقى فيه ضغط من الفريق التاني، النتيجة الاولانية هتسبب ضغط من فريق الرجاء على فريق النادي الاهلي، فطبيعي جدا ان انا ما لاعبش حد غيره وهو سليم 100%. انا ما اعتقدش ان موسيماني عنده روتين العودة من الاصابة. يعني ايه؟ كل التدريب مدارس طبعا، في مدربين بتشتغل باسلوب معين، وانا يعني كنت بتابع الاسلوب ده، ان اللعيب اللي عنده اصابه فيها شد او اصابه غاب عني اكتر من اسبوع، لازم عشان اشركه في مباراه احطه من بدايه المباراه ان انا ابقى متاكد ان هو يلعب، لازم الاول يكون عمل التست مع الراجل بتاع الفيزيو، الراجل اللي هو بتاع التاهيل، اداني جرين لايت، الدهاني لازم يعمل معاه تمرينتين كاملين 100% تمام، عشان اخد قرار ان هو يبدا. تمام. لو ما عملش التمرين، لو ما فيش وقت ان هو يعمل التمرينتين دول، عمري ما جازف بيه. فاهمني قصدي ولا لا؟ فاهم. طب موسيماني النماذج بتقول واللي حصل بيقول ان هو ما عندوش الحته دي، واكبر دليل على كده محمد هاني راح مرجعه في مباراه بيراميدز، وجاله اصابه مره، جابوا اصابه مره تانية وطلع. انا في رايي يعني ان حتى لو علي معلول اتمرن تمرينه واحدة كاملة ما خطرش بيه، ما خطرش بيه، لأن الإصابة الضمة دي أنت عارف الضمة ما عادي مرة واحدة فتح رجله خلاص، خسرته قدامه، خسرته دلوقتي، وأربكت الفرقة وحاجات كتيرة جدا. لكن أنا بتفق معاك أن لازم موسيماني يلعب تلاتة ورا. لازم أن يبقى لازم يبقى في تأمين بشكل كبير، لأن الـ الـ الشحنة كمان بتاعت المباراة ميدو شحنة كبيرة. وانت أكيد لعبت مباريات ضد فرق مغربية وعارف الماتش في المغرب بيبقى شكله عامل ازاي، ومن دلوقتي الناس بتتكلم على المباراة ومباراة كبيرة، حتى مباراة اسمها حلو الأهلي والرجاء، يعني طبعا مباراة كبيرة. فأعتقد أن المجازفة أنك تلعب بأربعة بس أو ما يبقاش فيه تأمين هيبقى صعب جدا. صحيح. بيرسي تاو، انت رايك ان بيرسي تاو، يعني بيرسي تاو موسيماني بيتعرض لانتقادات كبيره جدا الفتره اللي فاتت، ان هو عنده صبر كبير جدا على بيرسي تاو. وانا عارف ان كابتن محمود الخطيب في جلسته مع موسيماني تساءل عن النقطه دي. انت رايك ايه افضل طريقه للتعامل مع بيرسي تاو، بالذات ان خلينا ما ينفعش يعني نحط راسنا في الرمل، الموضوع واضح. الناس كلها عارفه ان بيرسي تاو لعيب راجل بتاع زوجة موسيماني، ان هي الايجنت بتاعته هي اللي جابته، والوضوع واضح كلير، يعني مش معمول من الظهر، لا ده معمول قدام اداره الاهلي، وده ممكن اللي عامل حساسيه في الموضوع. ايه افضل طريقه للتعامل مع موضوع بيرسي تاو؟ يفضل موسيماني بيشركه ومهما كان مستواه، لغايه مثلا ناخد نموذج ان هو زي فلافيو، لغايه ما يقف على رجليه ويشتغل ويبقى موجود بيحرز اهداف بشكل مستمر، ولا دلوقتي الافضل ان موسيماني يقعده ويحميه؟ ما برضو ساعات وانت بتقعد لعيبه انت بتحميه لغايه لما تيجي تشركه في الوقت المناسب. ايه انسب طريقه؟ طيب هو بس انا هاخد من كلامك الاخير اللي بخصوص فلافيو برغم من هو كان الواضح في المباريات ان هو ما بيحرزش اهداف، ولكن اميدو فلافيو في التمرين كان. في التمرين اداؤه غير طبيعي وبيجيب جوان غريبه جدا، فكان يعني باين ان هو كده تظبط معاه. هتظبط يعني احنا ما كانش عندنا يعني لما خالص، ولما كان جوزيه بيقول ان فلافيو في التشكيل احنا ما بنتفاجئش، يعني ما بنقولش يا نهار ابيض فلافيو هيلعب ليه، لا ده احنا متوقعين وعارفين ان هو لازم يلعب. كان في التمرين جامد جدا لعيب جامد جدا، انما كان باين ان هي ازمه ثقه. بالظبط كده، ازمه ثقه ومحتاج وقت، فما فيهاش مشكله. انما بيرسي تاو اللعيب لسه فنيا مش واضح ان هو اعلى من اللعيبه المصريه، يعني هو لسه ما عملش الفارق. انما ماليش علاقه انا بقصه ان هو مين الايجنت بتاعه او مين الموضوع جاي ازاي، لان هو في الاخر لعب برضه في الدوري الانجليزي، والدوري الانجليزي المفترض ان ما فيهوش مجاملات، يعني معرفش. هو لعيب كويس طبعا، يعني هو لعيب كويس طبعا. انما انا بالنسبه لي انا شايف ان هو لعيب كويس، انما هل هو المحترف اللي فارق مع النادي الاهلي؟ لغايه دلوقتي لسه. خليني بقى اروح لسؤالك، ان هو هل يستمر في الملعب او يقعد احتياطي ويحمى؟ لا، انا شايف ان هو يستمر في الملعب، لان وارد جدا، يعني هو كان اول ماتش ليه مع النادي الاسماعيلي واحرز هدفين، يعني هو لعيب كويس، انما هو محتاج فعلا يتقعد معاه قعدات نفسيه، محتاج ان احنا نتكلم معاه او الناس تتكلم معاه، ان الموضوع محتاج يبقى فيه حميه شويه. هو لسه عارف يعني بيستلم برعونه، بيبقى فيه ما تفهمش، يعني ما اعرفش، انما هو لعيب كويس، انما محتاج وقت.
انا شايفه ومحتاج ان هو يفضل في الملعب، مفيش مشكله خالص فيه. صحيح. انا بالنسبه لي فارس تاو لغز، عارف ليه؟ لان دايما اصعب فتره هي البدايات. هو بدا كويس، بدا كويس فحته الادابتيشن او التاقلم انت المفروض كسرتها، عدتها، انت كسرتها صح؟ بان انت احرزت اهداف واشتغلت كويس وخدت ثقه الميديا وثقه الجمهور جداً. فحته ان هو تراجع في رايي بالنسبه لي بالنسبه لي غريبه جدا. لكن انا شايف ان الماتش ده حتى لو لعبت بثلاثة ورا ما يستحملش بيرستاو وعبد القادر هما الاثنين في الملعب. ده رايي يعني. طبعا انا رايي ان لازم يبقى الوينج اللي بيلعب الناحيه الثانيه لو عبد القادر بدا، وعبد القادر لا غنى عنه طبعًا. يبقى راجل ادواره دفاعيه كبيره، بيرد كويس بشكل كويس وبيملى نص الملعب بشكل كويس ويسند محمد هاني بشكل زي مين؟ زي مين؟ هي دي زي مين؟ هي دي. انا في رايي انسب واحد يبدا الناحيه الثانيه طاهر، حتى لو هو فنيا مش افضل حاجه هجوميه، لكن في ماتش زي ده كاونتر اتاك وعايز حد بيدافع لك كويس وعنده كوميتمنت وهيشتغل لصالح الفرقه ولصالح المجموعه، وفي نفس الوقت هينفذ لك حته الترانزيشن ان انت لما تقطع الكره تجري في ظهره كويس جدا. انا حتى لو طاهر بعيد عن مستواه يؤدي لي الحته دي 60 65 دقيقه، وبعد كده ابتدي اشوف الماتش رايح فين. لكن هنشوف موسيماني هيعمل ايه. بس هو في نقطه بس في الجزء ده، ان انت ساعات وانت مدير فني بتبقى عايز توصل مسج للفرقه الثانيه، فاعتقد ان انت لو قعدت بيرسي تاو اللي هو بيلعب بالفتره اللي فاتت كلها وراجل عنده قدرات هجوميه، ولعبت طاهر عشان عنده الحته الدفاعيه اقوى والناس كلها عارفه ان هو اقوى دفاعيا زي ما انت بتقول، ممكن فرقه الرجاء لما بتشوف السكور بتاعك او لما تشوف التشكيل بتاعك، خلي بالك لما بيحسوا ان انت نازل عندك نزعه دفاعيه او عايز تدافع شويه بيركبوا معنويا من قبل الماتش. بس انا مش بلعب مثلا راجل مثلا باك بلعبه وينج مثلا، مش خدت محمد هاني بلعبه على فوق. لا ده راجل، على فكره عايز اقول لك حاجه، الماتشات الكبيره كلها السنه اللي فاتت طاهر كان بيبدا في وجود كهربا ووجود حسين الشحات وبتاع. انت لو رجعت هتلاقي الماتشات الكبيره يا طاهر لعيب مش بعيد عن نهائي افريقيا ابطال الدوري طاهر بادئ، صح ولا صح؟ لا صح. بادئ وينج رايت وبيشتغل في الحته دي. فانا يعني صح. لكن هنشوف موسيماني هيبدا ازاي، لان الماتش ده محتاج تركيز كبير، ومحتاج الماتش ده من الماتشات اللي هي الغلطه بفوره بالبلدي يعني. لازم تبقى الاخطاء قليله جدا من اللعيبه ومن المدرب في قرايته للمباراه والتشكيل اللي هيلعب بيه والتغييرات وتوقيت التغييرات وكلها حاجات. ودي ميزه من مميزات موسيماني ان هو بيذاكر الماتشات الكبيره طبعا، بيذاكر المنافس يعني كويس، بيذاكر المنافس بشكل قوي جدا، والموقف الصعب اللي الاهلي محطوط فيه بسبب النتيجه بتاعه المباراه الاولى مخليه هيذاكر، بدل ما كان بيذاكر ساعتين هيذاكر اربع ساعات يعني. الموضوع هيبقى محتاج شغل، والهيستوري بتاع النادي الاهلي يا ميدو بيقول، او لعيبه النادي الاهلي بمختلف الاجيال، ان هم لما بيتحطوا في موقف صعب زي ده بيبقى الدنيا بتبقى مختلفه شويه، بيبقى الدوافع عندهم اعلى شويه. اتحطينا في الموقف ده في 2006 مع صفاقس لما تعادلنا هنا في القاهره 1-1 ورحنا صفاقس قدرنا ان احنا نكسب 1-0. اتحطينا في الموقف لما مباراه الترجي في استاد اسكندريه في استاد برج العرب مع كابتن حسام البدري 2012 وتعادلنا هنا 1-1 ورحنا هناك برضو قدرنا ان احنا نكسب المباراه. فاعتقد ان الموضوع لعيبه الاهلي عندها الدوافع اللي تخليها ترجع ان شاء الله متاهله. وماتش الهلال كمان، ماتش الهلال كل الناس كانت متوقعه، ماتش الهلال السعودي كل في كاس العالم ده كل الناس كانت متوقعه ان الهلال هينزل ياكل الاهلي. مظبوط. الاهلي بدا كويس مزبوط. جدا، وبدا بريتم عالي وبدا بيضغط، واول المباراه يعني كانوا مميزين بشكل كبير جدا. وانا في رايي ان الموسيماني لازم يعني يستغل التاريخ، يستغل صح. ان الرجاء مهما كان الدوافع عنده هيبقى عنده زي ما شيتوس بيقول حته قلق من شخصيه الاهلي، وان لعيبه الاهلي عندها خبرات ويقدروا ان هم مهما كانت الضغوط ان هم يقدروا ان هم يكسبوا المباراه او يخرجوا بنتيجه ايجابيه. تعالوا نطلع فاصل، وبعد فاصل هنكمل كلامنا مع شيتوس. الأهلي بمن حضر، مقولة دايما بيتم إثباتها من خلال مواقف صعبة كتير تخطاها المارد الأحمر، وقدر من خلالها أنه يستغل تاريخه العريق وخبراته المميزة في الوصول لبر الأمان، خاصة على المستوى الإفريقي.
بعد انتهاء مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز الأهلي 2-1، بدأ القلق يسيطر على الجماهير، خاصة أن المارد الأحمر في انتظار مواجهة صعبة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بلقاء العودة. وانتصار الذهاب ما كانش مطمئن بالنسبة للضغط الجماهيري اللي هيواجهه الأهلي بالمغرب. لكن دايما التاريخ بيأكد أن الأهلي قادر على تخطي أي مهمة صعبة، ومفيش في قاموسه كلمة مستحيل. ولو رجعنا لتاريخ المارد الأحمر في تتويجاته الإفريقية هنلاقي محطات صعبة كتير تخطاها الأهلي بنجاح، وكانت نسخة دوري أبطال أفريقيا في 2006 أكبر دليل، بعد ما تعادل الأهلي مع صفاقس 1-1 في مباراة الذهاب اللي أقيمت على أرضه ووسط جمهوره عشان يضرب القلق والخوف قلوب جمهور المارد الأحمر قبل ماتش العودة في تونس. على الفوز هناك بالفعل أطلق الحكم الجنب صفارة النهاية أعزائي المشاهدين معلنا تعادل الأهلي مع صفاقسي 1-1. ورغم الضغط الجماهيري اللي واجهه الأهلي في مباراة الإياب، بينجح العملاق القاهري في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 في وقت قاتل عشان يتوج بالأميرة السمراء على حساب الصفاقسي قدام جماهير. ربح مادي، ربح معنوي، حاجة في منتهى الروعة والجمال. وفي نسخة دوري أبطال أفريقيا 2012 خسر الأهلي ذهابا من الملعب المالي في دور ال 16 1-0، وينجح المارد الأحمر في استعادة توازنه في العودة ويفوز 3-1 عشان يصعد لدور المجموعات ويكمل مشواره نحو التتويج الإفريقي. وفي نفس النسخة وفي المباراة النهائية اتعادل الأهلي مع الترجي التونسي ذهابا 1-1. مراوغة أولى والمراوغة الثانية والتصوير والتعادل، التعادل بين الأهلي والترجي عشان يصعب مهمة العودة على نفسه. ولكن كالعادة يثبت المارد الأحمر قدرته على قهر المستحيل وبيفوز على الترجي وسط جماهيره 2-1. عشان يتوج بنجمة إفريقية جديدة تضاف لخزائن بطولاته. الأهلي الأهلي يحيى الأهلي يحيى الأهلي يحيى الأهلي، الأهلي الكبير، الأهلي العظيم، الأهلي الزعيم أفريقيا، الأهلي بطل أفريقيا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادا. شيتوس، أجواء مكهربة أو الناس حاولت تكهرب الأجواء بعد المباراة الأولى، بداية من البوست من طبعا من نادي الرجاء، إن المخرج ومحمد نصر والحكم ونجوم اللقاء وكل الكلام ده كله. لكن بصراحة إدارة الأهلي تعاملت بشكل كويس جدا مع الموقف واحتوت الموقف بشكل كويس، وبالبلدي كده يعني إيه، عرفت تطفي مكان يعني على الموضوع. أنت شايف الأيام اللي جاية لازم يحصل إيه عشان المباراة ما تخرجش بره إطار مباراة كرة القدم؟ طيب خلينا بس نقول ان الموضوع اختلف عن زمان، ان السوشيال ميديا والضغط الموضوع ما بقاش 90 دقيقه بس، يعني الموضوع ما بقاش مباراه في 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 داخل الملعب، لا، المراكز الاعلاميه بتاعه الانديه دلوقتي بقى ليها دور كبير في ان هي تحفز لاعبتها وان هي تشحن لاعبتها، ولكن بدون خروج عن النص. فده لازم يبقى الناس تبقى كلها فاهمه ده وعارفه ده، ان الموضوع ما بقاش فرقه رايحه وملعب ماتش كوره، هو ماتش كوره في الاول وفي الاخر. انما البوست اللي اتعمل من فرقه الرجاء او من نادي الرجاء او المركز الاعلامي بتاع نادي الرجاء، الموقع الرسمي يعني. الموقع الرسمي يعني مأفور شويه، في اوفر شويه، لان هو طبعا في اهانه، تعتبر في اهانه وفي شحن كبير جدا على يعني هم قصدهم ان هم يحفزوا لعبتهم ولكن بطريقه سلبيه. يعني عايز اقول لك ان احنا في اوقات، احكي لك برضو حاجه كده سريعه، ان في اوقات كان مستر مانويل جوزيه في المباريات اللي بره في افريقيا كان بيبقى في لقطه بتتعمل قبل الماتش مع الحكام في اوضه اللبس مع الفرقه المنافسه، واللقطه دي بتبقى لقطه مقصوده، وانت راجل عارف الكلام ده كله، واعتقد ان انت برضو كان في وقت من الاوقات بتعمل الكلام ده. لا ليه؟ لان مسج بتديها للعيبه الاخرى، للجهاز الفني التاني، للحكم، انا مش جاي هرج، انا جاي متحفز وعايز اكسب والكلام ده كله. فالموضوع انت رايك الاهلي يعمل كده دلوقتي ولا لازم الاهلي يبقى هادين جدا؟
هو الاهلي هم كده كده الاهلي حتى لو انا قلت لازم يعمل كده الاهلي هادين يعني الاهلي طول عمره هادي وبيتعامل بهدوء وبيتعامل بمنطقيه. لا ما انت بتقول ان جوزيه كان بيعمل حاجات عشان الاهلي كاداره يطلع. الاهلي كاداره انما هل موسيماني هيعمل ده؟ لا انا موسيماني مش هيعمل ده. موسيماني هتلاقيه في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه او ليله المباراه هيقول تصريحين ثلاثه الناس كلها هتاخده عليه انما مش هيعمل اللي كان بيعمله مانو جوزيه ان هو ينزل يعمل خناقه قبل الماتش يعمل توتر قبل الماتش. مانو جوزيه كان بيخش قبل المباراه ساعات ميدو بيروح مدينا مسج كده واحنا بنلبس يعني احنا الموضوع واخدينه بهدوء وكده يروح مكهرب لنا اوضه اللبس تبقى نازل ما عندكش حل تاني غير انك تكسب لان انت اولا خايف على اسم النادي خايف على اسمك كلاعب وخايف من المدير الفني فلازم اداره النادي الاهلي تتعامل بحذر شديد او بهدوء شديد لان في الاخر العلاقات ما بين الشعوب مهمة جدا والعلاقات ما بين مصر والمغرب اهم من مباراة كرة قدم ودي مهمة جدا ومش عايزين نغلط الغلطات بتاعة زمان زي ما انت قلت انما في نفس الوقت المواقع الرسمية للأندية بقى ليها دور كبير في تحفيز لاعبتها وفي شحن جماهيرها انما ما يبقاش واصل لمرحلة التعصب. يعني برضو اللي انت شايفه الاهلي المفروض يعمله علشان يخش المباراة انا في رأيي التحضير النفسي هل دي مباراة محتاجة كلام كتير ولا هل دي مباراه محتاجه هدوء اللعيبه اوريدي اصلا طبيعي ان هي هما الاثنين مش ماشيين في اتجاه مختلف يعني الهدوء النفسي اللي انت بتتكلم فيه او الكلام الكتير ممكن ما يبقاش الاثنين مهمين والاثنين مطلوبين انما النتيجه بتاعه المباراه الاولى والبوست اللي عمله موقع الرسمي بتاع الرجاء كل ده وصل للاعيبه الاهلي وكل ده يعني اللعيبه شايفاه فهم مش هقول مش محتاجين كلام لا اي لاعب في مصر اي لاعب في العالم محتاج ان انت تتكلم معاه ومحتاج ان انت تفهمه انما هم واصل لهم الحاله واصل لهم الـ 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 الاهميه بتاعه المباراه واصل لعيبه الاهلي بشكل كبير جدا. التعامل بقى من اداره النادي الاهلي زي ما هي ماشيه كده الدنيا هاديه والناس كلها مدعمه كابتن الخطيب هو رئيس البعثه حسام غالي موجود هتلاقي اعضاء مجلس اداره كتير موجودين يعني الاهميه بتاعه المباراه واصله لعيبه النادي الاهلي وعارفين اهميه المباراه واصله لموسيماني فالدنيا اعتقد ان هي محتاجه هدوء نفسي زي ما انت بتتكلم احنا شغالين واحنا هادين جدا انما محتاجه كلام محتاجه محاضرات محتاجه لما يروحوا لما هم وصلوا للمغرب محتاجين ان هم يقعدوا ويتفرجوا على فرقه المغرب مره واثنين وثلاثه يتفرجوا على الماتش اكيد في الجزء الناس المحللين الاداء اللي موجودين في النادي الاهلي اكيد قطعوا لهم المباريات المباراه الاخيره وشافوا الايجابيات والسلبيات بتاعه النادي الاهلي وبتاعه الرجاء فاعتقد ده بيتعمل بشكل كويس في اليومين اللي قبل المباراه. انا بضيف على كلامك حاجه في رايي يعني طبعا ان الشناوي لازم يهدف كلامه شوية ككابتن يعني فريق ككابتن فريق تمام لأن في فرق بأن أنا بوجه وبتكلم وبفوق الناس اللي حواليا وفي فرق أن أنا ممكن شعرة صغيرة أنتقد تطلع لا تطلعهم برا تركيزهم أو تخليهم أن هم ينزلوا بالذات في التعامل مع اللعيبة الصغيرة في السن يعني الشناوي انا بحب فيه جدا ان هو بيتكلم كتير لأن انا احب الجول كيبر بتاعي طبعا. يبقى بيتكلم واحب ابقى سامع صوته واحب يبقى صوته كل ده كويس انما في رايي ان لازم ان هو مع اللعيبه بالذات اللعيبه اللي خبراتها اقل لازم يكون كلامه فيه حكمه اكتر طبعًا. لان دايما اللعيب الصغير ممكن ما تعرفش ايه الرياكشن بتاعه صح. انت مش عارف ممكن كلمه زياده منك تنزله صح هو ماشي مش هيرد عليك لكن ممكن يقع منك صح عشان كده نصيحه للشناوي خد بالك في التعامل بص القصه دي اللي حصلت طبعا بتحصل في الملعب عادي مفيش مشكله ولا اي حاجه طبعًا. لكن انت بتتكلم على لعيب عدد مبارياته في الكارير بتاعه 50 بالكتير صح. يعني فاهمني لازم بالراحه فرق ما بين وانت بتتكلم مع عبد المنعم غير وانا بتكلم مع السوليه صح. السوليه عنده خبرات هتقول هيصبر مش هيعمل حاجه هيخش يتكلم معايا بين الشوطين ممكن لعيب زي ده يقع منك صح. ما بتعرفش تجيبه تاني يعني عقبال ما تلمه تاني يكون خلاص خرج بره خرج مظبوط بره التركيز صح كلامك مهم جدا وكلامك صح جدا الشناوي عليه دور كبير سواء في الكلام اللي قبل المباراه او حتى جوه المباراه وانت الجزء اللي اتكلمت فيه ليه علاقه بجوه المباراه عشان اللعيب ما اللي بيغلط واكيد في كل اللعيبه بتغلط انما غلطه السوليه مش زي غلطه منعم مش زي غلطه محمد هاني مش زي غلطه واحد زي احمد عبد القادر لسه برده بيبدا حياته مع النادي الاهلي فكل الكلام ده محتاج من الشناوي حكمه في ازاي توصل المعلومه وازاي تحفز لعيبتك مش ان انت تخليهم يعني معنويا يقلوا. طب اخيرا عايز اسالك على فكره عودتك للاهلي هل عرض عليك ان انت ترجع النادي الاهلي في الجهاز الفني او في قطاع الناشئين وهل الفكره دي لو اتعرضت عليك تفكر فيها بجديه؟
طيب هو الكلام العام طبعا ان انا يعني يوم ما النادي الاهلي يطلب مني حاجه اكيد هبقى مبسوط جدا بيها وهعملها، انما انا قلت قبل كده وقلت في قناه الاهلي ان انا لما يطلب مني حاجه مش عايز يبقى شغله وخلاص، لا انا عايز فعلا حاجه اقدر اساعد فيها واضيف فيها. عرض عليا ان انا ابقى موجود في 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 فريق ال21 سنه الفتره اللي فاتت. اتعرض عليك ان انت تبقى فريق ال21؟ اه انما اللي هو السنه الجايه هيبقى 2001 اه اللي هو سن المنتخب الاولمبي اللي احنا ماسكينه اللي كنا ماسكينه يعني. انما لا انا شايف ان انا يعني خطوه قطاعات الناشئين لا مش هقدر ان انا اكون متواجد فيها، يعني كل تركيزي الفتره اللي جايه ان انا ابقى في 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 فيرست تيم يعني. بس الحته الاداريه مش 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 عندك، مش عايز تبقى موجود؟ هي عندي بس انا مش عايز اخش فيها. اه لا مش عايز خلاص، انت مركز في التدريب ولا في الاعلام؟ مش عايز ولا ولا في الاعلام صحيح. يعني في الاعلام كمحلل المحلل ده طبيعي ممكن تجمع ما بين بالظبط، انما حته التقديم وخلي بالك جالي عروض من بعد الاولمبياد، جالي عروض كتير ان انا اقدم البرامج يعني نظرا لخبرتي قبل كده اللي كانت. وانت عملتها كويس. اه بس انا مش يعني مش عايز اخش فيها يعني. يعني مش عايز ارجع لها لان انا شايف ان 8 سنين من حياتي في التدريب خدت خبرات كبيره جدا، من 2015 شغال في التدريب خدت خبرات. وخلي بالك انت كان ليك دور كبير في ان انت دخلتني التدريب، انا انا ساعتها كنت شغال في الاعلام وانت كنت مدرب. قلت لي شيتوس لازم تخش التدريب هيفرق معاك جدا وهتحبه. قلت لك يا بيتو بص انا يعني خلاص بدات كارير اعلام وبقالي كتير قوي في الاعلام. قلت لي لا هتحب جدا كارير التدريب، وسبحان الله الدنيا اتبدلت، بقيت انا المدرب وبقيت انت الاعلامي. فهي بس انا هرجع ادرب تاني خلي بالك. لا ما انا اكيد اكيد طبعا، مفيش حد على فكره بيدوق حلاوه التدريب بمر بحلاوته بايا كان بالزبط. هو ليه ادرينالين معين بالزبط بيخليه النشوه بتاعت المكسب. خلي بالك النشوه مش نشوه المكسب بس، حتى في الهزيمه انت بتقعد تراجع نفسك وتقول انا عملت ايه والقرارات اللي خدتها والكلام ده كله بيبقى لا. احسن احساس في الدنيا بالنسبه لي انا ان انت تشتغل على حاجه وتلاقيها بتحصل طبعا، شغال عليها طول الاسبوع طبعا، شغال عليها وقدامك بتلاقيها بتحصل في الملعب طبعا. دي يعني ممكن على فكره ما تكسبش بس انت شايف فرقتك بتنفذ الكلام اللي انت قلته بالظبط بالحركه ازاي بيضغطوا ازاي بيرحلوا ازاي بيشتغلوا. دي بالنسبه دي حاجه يعني جميله. بس احلى حاجه في التدريب انك تمسك فرقه تبقى انت صاحب النادي انت صاحب النادي وانت المدير الفني. دي احسن حاجه. ليه؟ لان الموضوع في التدريب محتاج صبر، محتاج صبر من الادارات. محتاج يبقى عندك، مش عايز اقول الكلمه الدارجه دلوقتي اللي بتتقال مشروع، لا يبقى عندك انت كاداره عندك ثقه في الراجل اللي ماسك ومديله الاهداف. المشكله يا ميدو في مصر مفيش اهداف، ان اهداف اولا مفيش اهداف، وحتى لو في اهداف بتتغير. يعني انت لو في نادي بتمسكه والنادي دوت قعدوا معاك وقالوا لك بص يا كابتن ميدو احنا اهدافنا ان احنا نقعد في المنطقه الدافيه، المنطقه الدافيه من كام؟ من الرابع للعاشر، احنا عايزين نبقى في الحته دي. تكسب ماتش في الثاني في الثالث، لا اهدافنا اتغيرت يا كابتن، احنا عايزين نوصل للمربع. لا 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 الموضوع مش كده. الموضوع لازم الاهداف طالما حطيتها من بدايه السيزون تفضل معاك لنهايه السيزون. حصل حاجه حلوه دي مفاجاه، ده مفاجاه وشغل، انما ما تغيرش اهدافك كل شويه طالما ان انت في وانت شغال يعني. نصيحه وتمني، نصيحه لما تيجي تدرب ابعد عن اي رئيس نادي وكلاء اللاعبين مسيطرين على مخه. يبقى مش هشتغل. وده سمع كلامي. مش هشتغل. ما كله لا في رؤساء أندية قرارهم هم اللي بيقرروا، حتى لما بيسمعوا هم بيقرروا، ودي لازم تاخد بالك منها كويس قوي وتراجع الهيستوري بتاع الرئيس النادي والإدارة اللي انت هتشتغل معاها. تاني حاجة انا اقول لك بس يعني نموذج من سيبك طبعا من الأهلي والزمالك لان اكيد هو رؤساء الأندية بتوعهم بيمشوا بدماغهم. ماجد سامي من الناس اللي بتمشي بدماغها، ودي حاجه كويسه يعني، ما مش من الناس اللي هو وكلاء يقعدوا ياثروا عليه وعلى دماغه والكلام ده كله. فده نموذج من اللي انت بتتكلم عليه. ماجد من الرؤساء الانديه المحترمه جدا وعنده فكره عاليه، لا وتعلم حاجات كتير وبيشتغل جدا وبيشتغل بمزاجه. يعني انا فعلا انت من ضمن الناس القليله اللي انت قلت المواصفات بتاعتهم. في اكتر من رئيس نادي صدقني، في اكتر من رئيس نادي كويسين بيشتغلوا من دماغهم وبيفكروا ومش كويس. ومش عايز اقول ان كل الوكلاء وحشين، في وكلاء بيفهموا لا مش الوكلاء يعني الوكيل طالما انت مش المدرب بتاعه مصلحته ان انت تمشي من المكان. لان المدرب اللي بيجي هو بيجي برجالته بلعبته بالقصه طبعًا. قصه باكج متباعه يعني طبعًا. مش طبعًا. فهو ما بيعمل، هو بيعمل شغله في الاخر، هو لا قصده يضرك ولا هو وحش، هو بيعمل شغله صح. انت بتعمل شغلك وهو بيعمل شغله. دي النصيحه. التمني ان انا اتمنى ان انا ان شاء الله اشوفك مدير فني حتى يعني حتى لو مش في المنتخبات، لاحد الانديه الكويسه في الممتاز به او في ان انت تاخد خطوه، لان جه الوقت ان المدربين اللي زيك واللي في جيلك ان هم اشتغلوا، والزمن اثبت ان كل جيلنا الناس اللي اشتغلت شغالين كويس
ادوهم فرصه وخليهم يشتغل. ده طبعا التمني يعني. ده انا بشكرك جدا على التمني ده، وان شاء الله باذن الله في الوقت القريب هيبقى هيحصل. انما ارجع اقول يا ميدو ان ده دورك كاعلامي مارس، ومارس على ليفل عالي، مش مارس مجرد ممارسه، لا مارس على ليفل عالي، فكلامك مسموع وكلامك بيؤخذ بيه. اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا كل يوم بطلع بقول يا جماعه ادوا فرصه للمدربين الشباب. انت تتفرجش عليا كل يوم والله بطلع اقول يا جماعه ادوا فرصه للمدربين الشباب وعلموهم واديهم اديوكيشن. انا نقطه بس نفسي افهمها، كل الكوادر اللي بتتحضر كوادر اداريه او كوادر اعلاميه، يعني اعلاميين بتلاقي في اعلاميين صغيرين بيطلعوا بيثبتوا جداره، الاداريين بتلاقي مثلا واحد زي عماد متعب موجود كنائب رئيس رابطه انديه واثبت جداره وماشي كويس وعامل شغل كويس، حسام غالي كراجل في مجلس اداره النادي الاهلي وعضو مجلس شيوخ. يعني اعتقد الناس محتاجه الثقه اللي الناس بتديها في النواحي الاداريه تديها في النواحي الفنيه. في التدقيق هو لما الناس عضو مجلس الشعب الاول ما تدناش عضو مجلس الشعب هو عضو مجلس، هو سياده النائب وخلاص بغض النظر اي مجلس اي. فالقصه ان ليها علاقه بايه؟ ادوا فرص للناس الشباب ان هي تشتغل وشوفوا. ميدو اثبت جداره، رضا شحاته، هو رضا شحاته يعني ما هو جيلنا ميدو، فرقته بيلعب مع الاهلي وبيعمل شغل كويس وبيلعب مع الزمالك كويس وماشي بشكل كويس. عادل مصطفى من المدربين الكويسين، سيد معوض المدربين الكويسين، محمد شوقي كيروش كان بيثق فيه ثقه كبيره جدا، وانا اشتغلت مع محمد شوقي في المنتخب الاولمبي، مدرب كويس جدا وعنده خبرات كويسه. يعني ادوا الناس دي فرصه. هيثم شعبان مدرب من المدربين الكويسين وصغير مواليد 79 فالدنيا كلنا قريبين. مش ده معناه ان المدربين الكبار يضربوا بالرصاص، لا، يبقى في توازن، يبقى في توازن، ادوا فرصه بالظبط. شيتوس بشكرك، انا بشكرك يا ميدو، اتمنى لك التوفيق وان شاء الله باذن الله الحقك الاسبوع الجاي قبل ما تبقى مدرب في الريمونتادا ان شاء الله. انا معاك على طول اي وقت ان شاء الله. دي كانت حلقه النهارده، هسيبكم في الويكند واشوفكم يوم السبت ان شاء الله على خير. تصبحوا على خير.